يبتدي ينظم حياته تاني مع الاحمال اللي كان بياخدها التدريبيه، جيم وجري وي وي وي، وفجاه العضلات دي كلها بتعمل سيستم داون. تمام، يتواكب مع ده ازاي يا دكتور؟ تمام، بص حضرتك، هو احنا في الازمه اللي احنا فيها، اللي هينجح ان هو يعديها بلياقه بدنيه عاليه وهو يكون واقف على رجليه وما ينزلش لياقته البدنيه، هيفرق جدا جدا الفتره الجايه عن الفرق التانية. فهو الفريق اللي بينجح في ان هو يلم نفسه في الفتره دي، وفي حاجات كتيرة جدا، في امثله كتيرة جدا يعني عالميه بداوا يعملوها. على سبيل المثال مثلا فرقه السيدات مثلا بتاع برشلونه اشتغلوا على ان هم يعملوا التمرين بتاعهم في نفس الوقت اللي بيعملوا مثلا التمرين صباحي من 9 ل 2، هم كلهم متجمعين على جروب واتساب بالدكتور المدرب اخصائي التغذيه اخصائي العلاج كل حاجه متجمعين في الفتره دي، فبالتالي وبياخدوا تمرينات معينه بيمارسوها في البيت، وكل واحد ليه يعني بيعملوا تيلورنج للتمرينات، يعني ما يعني تنسيق او تظبيط بالظبط لكل واحد التمرين بيبقى هو على حسب هو محتاج ايه منه، يعني كل مركز مختلف او تبقى. نصيحه الدكتور محمد شوقي النهارده للمدربين، يبتدي يعملوا جروب ويشتغلوا مع اللعيبه بتاعتهم، وتستمر الحياه داخل البيوت بنفس اسلوب التدريب اللي كانوا بيتمرنوا بيه ما عدا الجماعيات اللي كانوا طبعا ده شيء مهم جدا. طبعا مهم جدا، وفي نفس الوقت هو خلاص بيعمل كونتاكت، بيعمل تواصل مع الجهاز بتاعه في كل حاجه هو عايزها، في طريقه الاستشفاء، في طريقه التمرين، في الحمل البدني. بنتكلم مثلا لو على لعيب كوره مثلا، هو بيلعب ماتش او ماتشين في الاسبوع على حسب لو في بطولات قاريه او كده، ففي الماتشين هو خلاص ليه تمرينتين تقيله جدا في اسبوع، فلازم يعملهم ويبقى بيبقى ليه يوم راحه. مثلا الفرق الاوروبيه بتعمل كده، خلاص هو بيعمل التمرينه بتاعته في البيت او في الجاردن بتاعته او او بيجري في الشارع مثلا على ارض ما تكونش ناشفه، يعني في جنينه، ويسيب مسافه التباعد الاجتماعي اللي هي مثلا بنتكلم من متر ونص لثلاثة متر بعيد عن اللي جنبه، وبيرجع بيغسل ايده، فبيقدر ان هو يكون موجود ومحافظ على مستوى اللياقه البدنيه بتاعته. في مصر والبلاد العربيه اللعيب اتجه الى الاكل الغذاء بدا، عارف انت ايه يعني، ما كانش بياكل ففجأة قام داخل على كل الأكل بطريقة كبيرة جدا. تقول إيه الموضوع شكله إزاي؟ نقول لهم إيه ياكلوا إزاي؟ يشتغلوا إزاي على موضوع الأكل ده بالذات؟ بص، زي ما قلت لحضرتك في الأول، إن هو اللعيب اللي هيحافظ على نفسه وهيئ على المستويات بتاعته اللي قبل ما يحصل التوقف ده، هو اللعيب اللي هيقدر يرجع بسرعة وهيقدر ينافس بسرعة. اللعيب اللي هيسيب نفسه يعني ده حاجة يعني مش احترافية خالص. فهو يعني على قد ما يقدر يرجع لأكله المتوازن اللي هو بياكله، يحاول ان التمرين، لو احنا بنتكلم تمرين اندور اللي هو داخل البيوت، هيبقى مختلف تماما عن التمرين في الصالات او سواء في الملاعب الخضراء الملاعب المفتوحه. طبعا فالتمرين هيبقى مختلف، معدل الحرق بتاعه مختلف. فلازم هو ياخد باله من الانبوت، من الحاجات اللي هو بتدخله، من الحاجات اللي بتخرج منه قد ايه. فمهم جدا انه يحافظ على الاكل المتوازن، الغذاء السليم، الشرب المية بصوره كويسه. يعني بالعكس، المفروض ده وقت انه يحافظ على نفسه اكتر بكتير ما كان محافظ قبل التوقف ده. الميزان مهم جدا داخل البيت لاي رياضي النهارده. طبعا لازم يوزن نفسه. طبعا اذا كان هو كان مهم قبل التوقف، فهو مهم جدا جدا بعد التوقف.